انتهاء جلسة مجلس النواب لانتخاب رؤساء وأعضاء لجان نيابية، فكيف كانت الأجواء؟ تفاصيل إذن مباشرة مع الزميل محمد فرحات. مساء الخير محمد. مساء النور جورج لك وللمشاهدين. بالفعل كما ذكرت انتهى هذا اليوم هنا في ساحة النجمة في المجلس النيابي، وهو اليوم الثاني أو الجلسة الثانية لانتخابات اللجان النيابية وأيضا انتخابات رؤساء ومقرري هذه اللجان. يمكن القول أن هذا اليوم كان يوما هادئا بالمجمل. افتتح الرئيس بري الجلسة وذلك لانتخاب لجنتي الصحة والتربية، هما اللجنتين اللتين تبقيتا من الجلسة السابقة. انتخب المجلس النيابي 12 عضوا لكل لجنة، ثم انتقلت الاجتماعات إلى مكتب الرئيس نبيه بري، حيث دخل أعضاء اللجان الجدد إلى مكتب الرئيس بري وذلك لانتخاب رؤساء ومقرري اللجان. في هذا الموضوع جورج يمكن التأكيد أن الأحزاب السياسية وأحزاب السلطة كانت قد اتفقت فيما بينها وأنتجت 16 لجنة نيابية، وكلها تقسمتها فيما بينها، حيث حافظ عدد من الأحزاب على اللجان التي كان يترأسها في المجلس النيابي السابق، فيما أيضا جرت بعض التغييرات في اللجان الأخرى. يمكن القول جورج أن العين كانت أو الأنظار كانت متجهة إلى اللجان التي كان يترأسها نواب تيار المستقبل في المجلس النيابي الماضي. يمكن القول أن هذه اللجان والتي كان عددها 4، وهي الدفاع، الأشغال، التربية والصحة، انتقلت من تيار المستقبل الذي لم يترشح إلى الانتخابات النيابية. 3 منها ذهبت إلى حلفاء قوى الثامن من أذار، وهي لجنة الدفاع انتقلت من النائب سمير الجسر إلى النائب جهاد الصمد، لجنة الأشغال العامة من النائب نزيه نجم إلى النائب سجي عطي، وهو الوحيد المستقل الذي لم يكن حليفا لثماني أذار من اللجان الأربعة التي كان يترأسها تيار المستقبل. لجنة التربية انتقلت من بهية الحريري إلى حسن مراد، ولجنة الصحة النيابية انتقلت من عاصم عراجي إلى بلال عبد الله وإلى الحزب الاشتراكي. وبالتالي هذه اللجان الأربعة توزعت بين 2 للتصحيح، 2 من حلفاء قوى الثامن من أذار، وهما النائبان جهاد الصمد وحسن مراد، إضافة إلى النائب سجي عطية والنائب بلال عبد الله من الحزب الاشتراكي. أما اللجان المتبقية 12 فبالمجمل يمكن القول أن الأحزاب حافظت على مقاعدها في رئاسة اللجان، ولكن يمكن القول لجنة الاقتصاد خسر التيار الوطني الحر أو تكتل لبنان القوي خسر لرئاسة هذه اللجنة، حيث فاز النائب ميشيل الظهر بدلا من النائب فريد البستاني. وأيضا لجنة تكنولوجيا المعلومات التي فاز بها تيار المرد عبر النائب توني فرنجي بدلا من النائب نقول الصحناوي، وذلك والذي كان رئيسا للجنة في الانتخابات أو في المجلس النيابي السابق. وبالتالي أيضا قام النائب نقول الصحناوي بالانسحاب بعد انتخابه مقررا للجنة، انسحب من هذا المنصب لمصلحة نائب الكتائب الياس حنكش. يمكن القول جورج أن الأحزاب بالنسبة للنواب التغييريين وبالنسبة للكتلة التغييرية يمكن القول كانت هناك محاولات للوصول إلى عدد من اللجان. النائب ميشيل دويهي ترشح إلى رئاسة لجنة الخارجية بوجه النائب فادي علامة، ولكن الانتخابات أفرزت وصول النائب فادي علامة، وبالتالي تجدد الأحزاب الآن لنفسها في موضوع اللجان. الجلسة كانت هادئة جدا، 112 نائبا حضروا الجلسة منذ بدايته، وبالتالي غاب 16 نائب عن هذه الجلسة. الانتخابات سارت بطريقة هادئة جدا، وكانت الأجواء هادئة جدا. محمد، فلنرى الآن أبرز نتائج هذه الجلسة في هذا التقرير جورج. الطبخة استوت. بهذه الكلمات يمكن تلخيص اليوم التشريعي في مجلس النواب مع انتهاء انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها. افتتح رئيس مجلس النواب الجلسة المخصصة لانتخاب لجنتي الصحة والتربية المتبقيتين من الجلسة الماضية، وانتخبت الهيئة العامة 12 عضوا في كل لجنة. بعدها انتقلت الاجتماعات إلى مكتب الرئيس بري لانتخاب رؤساء اللجان ومقرريها، فدخل أعضاء اللجان للمنتخبين لجنة تلو أخرى. ونتيجة للانتخابات حافظ النائب إبراهيم كنعان على رئاسة لجنة المال والموازنة، وانتخب النائب علي فياض مقررا لها. المهم نصفي النوايا والتجاذبات والصراعات والشعبوية كلها وتصفية الحسابات ينحطوا على جنب، لأنه هذا ملف له علاقة بحياة الناس، بحياة اللبنانيين كلهم، بشبابنا اللي هاجروا،
بلقمه الخبز يلي مش عم يقدروا اللبنانيين يوصلوا لها، باسعار سعر الصرف يلي عم نشوفها، بالفوضى النقديه والمصرفيه يلي عم نعيشها. كل هيدا مرتبط بشو؟ مرتبط بانتاجيه هاللجنه ومرتبط بانتاجيه المجلس ككل. اليوم مفروض انه نرجع نمشي بالكابيتال كنترول، باعاده هيكله المصارف، باعاده هيكله الدين العام، برفع السريه المصرفيه عن القطاع العام كله. بالتزكيه حسم النائب جورج عدوان رئاسه لجنه الاداره والعدل. انا برايي اليوم في كذا موضوع منهم استقلاليه القضاء، لانه كلنا بنعرف انه كان خلص راح على الهيئه العامه، رجع وزير العدل طلب سحبه عم يدرسوه. أنا حاطه من الأولويات اللي لازم نعملهم كل المواضيع اللي بتتعلق بمحاربة الفساد والقوانين. أنا برأيي هيدا ناطرين الناس من الجملة، شو ما نعمل بالخطة الشاملة اللي عملتها الحكومة لنقدر نقدم للناس وخاصة للمودعين كيف ضمانة ودائعهم. بين النائبين بلال عبد الله وعبد الرحمن البزري وقفت رئاسة لجنة الصحة العامة لينتخب الأعضاء عبد الله رئيسا. بداية الدكتور عبد الرحمن وكبنان احنا بلجة كورونا اللجنة الوطنية ومركز الصحة النيابية نشهد له بمهنيته وحرفيته، وأكيد حنكون فريق واحد. الانتخابات انتهت، لجنة الصحة النيابية بكل كتلها السياسية بهيدا الملف تحديدا، ملف الصحي الاجتماعي أكيد فريق واحد، لأن معاناة الناس وحدة، والإجراءات يجب أن تكون استثنائية وضرورية على الأقل تخفيف عن كاهل المواطن هذه الأعباء التي تعظم بعد يوم أكثر من الغد. دكتور بلال كمان هو كان موجود باللجنة سابقا، وهلا كلجنة حنتعاون مع بعضنا من أجل الوضع الصحي في لبنان اللي هو وضع ضاغط كثير كبير. النائب فادي علامة رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وترسيم الحدود البحرية حاضرا منذ اللقاء الأول. هي بالفعل لجنة أساسية ومهمة وعنده دور أساسي، وسائبت الظروف يوم أنه نحن عندنا موضوع ترسيم الحدود والإشكال اللي عم يصير بين الخط 23-29. بتصور من أول يمكن مهام لها هي يمكن تشتغل مع السلطة التنفيذية لتتوضح الرؤية بهالموضوع ونشوف المسار وين بيكون. بس هلأ بكير عليه، بتصور هلأ لازم نعمله من الأسبوع الجاي طالع أنه نجتمع كأول لقاء ونحط تماما نحن شو حابين نعمل ووين لازم نركز وبأي مجالات لازم نشتغل. كذلك أفرزت الاجتماعات انتخاب سجي عطية رئيسا للجنة الأشغال، حسن مراد رئيسا للجنة التربية، جهاد صمد رئيسا للجنة الدفاع الوطني، أجوب بقردونيان رئيسا للجنة شؤون المهجرين، حافظ أيوب حميد على رئاسة لجنة الزراعة والسياحة. كذلك فعل سيمو أبي رميا وميشيل موسى وعيناي عز الدين في لجان الشباب والرياضة، حقوق الإنسان والمرأة والطفل تواليا. غياث يزبك رئيسا للجنة البيئة، ميشيل الظاهر بدلا من فريد البستاني رئيسا للجنة الاقتصاد، وإبراهيم موسى وبدلا من زميله حسين الحش حسن في رئاسة لجنة الاتصالات. الختام كان مع لجنة تكنولوجيا المعلومات التي فاز برئاستها توني فرنجية، وانسحب رئيس اللجنة السابق نقول السحناوي لمصلحة النائب الياس حنكش لمنصب مقرر اللجنة. إذن المطبخ التشريعي اللبناني الجديد أنجز، اللجان النيابية تسلك طريق التشريع والاجتماعات بعد الانتهاء من انتخابها في جلسة هادئة شهدتها ساحة النجمة.